فرحة عارمة سيطرت على لاعبي منتخب مصر الأولمبي والجهاز الفني والشارع المصري بأكمله بعد حسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من أولمبياد طوكيو 2020 عقب الفوز على منتخب استراليا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد مياجي في الجولة الختامية لدور المجموعات، ليرفع المنتخب المصري بهذا الفوز رصيده إلى النقطة الرابعة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف فقط عن منتخب الأرجنتين الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد نقاط. وبهذا الترتيب يتأهل المنتخب المصري إلى منافسات دور الثمانية ليواجه المنتخب البرازيلي متصدر المجموعة الرابعة. ونشر كاف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لمشوار منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تأهل على إثرها للأولمبياد. أثنى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الفوز الذي حققه المنتخب المصري مقدما التهنئة إلى اللاعبين والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب على التأهل للدور ربع النهائي للبطولة. إسراء سعد، آخر النهار.